الحمد لك يا ربنا، وبعد حمدك والثناء نخص في تكريمنا اللي لها معزاه أكيد من منسوبة المدرسة، نكرم كل مدرسة ترسي البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه اكيد سبات المدرسه، نكرم كل مدرسه ترسي البناء وتاسسه والجيل منها يستفيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه. نقول بالصوت العلم مشكورة يا دخنا حسن، اسلوبها مهارة وفن وطرحها راقي وفري، نشاطها اكبر دليل من تبر الروح العليل، والتكرم يا دخنا قليل تستحقين المزيد. لو كشفنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا لها معزة أكيد. والله إنها فالحة تعطي الأريج وتمنحها شصوفة بالرأي السديد، لو للوفاء طرف ومدى شكرك أبد ما له مدى، واليوم تكرمك أكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. صفر خمسة صفر 1 3 4 6 8 6 6